تظهر فقاعات في المياه تحت قارب الصيد كأن شيئا سيخرج من المياه. يقترب أكثر وأكثر وتبدو المياه كأنها تغلي. فجأة ترى فكا بأسنان لامعة. بعد ثوان يقفز قرش من المياه ويحطم القارب بقضمة واحدة. إنه الميجالودون، أكبر سمكة عاشت على سطح الأرض لمدة طويلة. تخيلنا أن الميجالودون هكذا نسخة ضخمة من القرش الأبيض، لكن لا يزال العلماء يتجادلون حول مظهره، وهم متفقون حتى الآن أن صورة سمكة القرش العملاقة خاطئة. هذه هي المعلومات التي يعرفها العلماء على وجه التأكيد. الحجم طوله حوالي 15 مترا، أي بطول حافلة مدرسة، ويقترب من طول عربة مترو، وثمانية ونصف ضعف طول الشخص العادي. لنقارنه بالقرش الأبيض المعاصر، يفوقه الميجالودون حجما 3 مرات، لكن هذا مجرد تقدير تقريبي. ليس لدينا هيكل عظمي كامل محفوظ لميجالودون، لأننا لم نعثر على عظامه بل غضاريفه، ولم يبق منه الكثير خلال 3.6 مليون عام منذ انقراضه. كل ما تبقى منه هو الأسنان وبعض فقراته. بالمقارنة، انقرضت الديناصورات قبل 66 مليون سنة، لكن عظامها الصلبة محفوظة بشكل كامل، ولدينا عدة أمثلة لهياكلها العظمية. حسب العلماء حجم الميجالودون استنادا على أسنانه وفكه. هذا أحد أسنانه، طوله حوالي 18 سنتيمتر، أي أكبر من راحة يدك، ويفوق حجم أسنان القرش الأبيض المعاصر بثلاثة أضعاف. بلغ اتساع فك الميجالودون 2 متر، وضم 5 صفوف من الأسنان مجموعها 276 سن حاد كالموس. بقاياه المحفوظة الأخرى هي العمود الفقري، ويتكون من 150 فقرة، طول كل منها 15 سنتيمتر، وتحتوي الكثير من الكالسيوم، لأن الميجالودون كان يعشق الحليب الطازج البارد، لا بل لأن فقراته تحملت كتلته الهائلة. استنادا على هذه الحفريات، صنع العلماء نموذجا وحسبوا الحجم التقريبي للميجالودون، لكن يصعب أن يكون أكبر من ذلك، فالأمر يتعلق بالتنفس. كلما زاد حجم السمكة كلما احتاجت مزيدا من الأكسجين، مما يعني حاجته إلى خياشيم أكبر. الخياشيم هي العضو المسؤول عن ترشيح الماء وجمع الأكسجين. لو كان الميجالودون أكبر من ذلك لما استطاع التنفس بفاعلية. لذا يعتقد العلماء أن 15 مترا هو أقصى حجم له، لكنه في المتوسط أصغر قليلا. لنتحدث الآن عن الوزن. يزن الميجالودون في المتوسط حوالي 30 إلى 35 طنا. بالمقارنة، يزن القرش الأبيض حوالي 1 طن، أي أقل ب30 مرة، ووزن حافلة المدرسة أقل ب4 مرات، 7.5 طن. يمكن مقارنة وزن الميجالودون بطائرة بوينغ 737 فارغة، لكن الحوت الأزرق المعاصر يفوق الميجالودون في الوزن والحجم. طوله 30 مترا مقابل 15، أي الضعف تقريبا. كما يزن الحوت الأزرق 180 طنا، أي ما يساوي 6 ميجالودون أو 6 طائرات ركاب، أو حوالي 33 فيلا بالغا. هل تحب المقارنات؟ أما بالنسبة لمظهر الميجالودون، يعتقد العلماء أنه لم يشبه القرش الأبيض. ينتمي الميجالودون لعائلة أسماك مختلفة، وشابه قرش الرمل الببري بأنف مفلطح وعيون صغيرة وزعنفة ظهرية في الخلف. لدى قرش الرمل زعنفتان ظهريتان بنفس الحجم تقريبا، وغالبا ما كان لونه بنيا فاتحا مع بطن بيضاء، وربما كانت له بقع حمراء بنية مثل القرش الرملي. نفكر في الميجالودون على أنه شيء مخيف بسبب الاكتشافات الأولى لحفرياته. كان ذلك في عصر النهضة، وجد الناس بعض الأسنان في الصخور. في البداية اعتقدوا أن هذه الأسنان هي ألسنة تنانين وأفاعي، وهذا أول رسم لما ظنه صاحب هذه الأسنان. مقدمة رأس ضخمة وأنف مخيف والكثير من الأسنان الحادة كالموس. وجدنا أدلة تشير أيضا لكون الميجالودون صائدا متوحشا على قمة السلسلة الغذائية. أول أداة هجوم استخدمها هي النطح القوي، لكنه كان سباحا بطيئا لا يستطيع السباحة أسرع من 18 كيلومتر في الساعة. بالمقارنة، يستطيع سمك القرش الأبيض الحديث الوصول إلى سرعة 50 كيلومتر في الساعة عند اندفاعه للانقضاض على وجبته. لا يستطيع أسرع سباح بشري الوصول لأكثر من 10 كيلومتر في الساعة. تمتع الميجالودون بكتلة كبيرة للغاية، ورغم بطئه كانت قوة نطحته هائلة، فجاء بها فريسته.
لم يكن لديه سوى فرصة واحدة لنطحها، وإذا لم يصبها سيستغرق وقتا طويلا ليحظى بفرصة ثانية. تخيل الميجالودون حافلة ضخمة تحاول المراوغة، لكن إذا نجحت نطحته تفزع الضحية ولا تستطيع التحرك، وعندها يستهدف الميجالودون مناطق ضعفها مثل الزعانف والذيل. اكتشف العلماء على الكثير من حفريات الحيتان أثار أسنان للميجالودون. تبين أن القرش العملاق عرف مواقع الأعضاء المهمة في أجسام ضحاياه وكيفية ضربها. عندما تشل حركة الضحية يغرز فيها الميجالودون أسنانه. يمكن لشخص بالغ الدخول في فك الميجالودون المفتوح على كامل اتساعه بكل سهولة. وبناء على مختلف التقديرات وصلت قوة عضة الميجالودون حوالي 11 طنا. تخيل وزن 3 سيارات رياضية على أطراف أسنانه الحادة. هذا يفوق 9 مرات قوة عضة تمساح المياه المالحة التي تحمل الرقم القياسي الحديث. انظروا إلى الخريطة التي توضح أماكن العثور على بقايا الميجالودون. أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. كان سيد كل البحار وشعر بالراحة في أرجاء الكوكب. حتى أننا وجدنا بعض بقايا هذا القرش العملاق في رواسب المياه العذبة. ربما لم يخف من دخول الأنهار للصيد. يقول علماء آخرون أن الميجالودون لم يكن مفترسا من الأساس، وذلك بسبب حجمه الكبير. لم يكن قادرا على السباحة بسرعة ولم يستطع الإسراع لفترة قصيرة مثل القرش الأبيض. إذا حاولت الضحية الهرب لم يسرع الميجالودون لملاحقتها لعجزه عن اللحاق بها. المشكلة الأخرى هي هيكل الميجالودون العظمي. غضاريفه أضعف من العظام، لذلك لم تكن عضلات القرش العملاق ضخمة وقوية في الأساس. ربما تغذى الميجالودون على الجيف ولم يدخل في معارك على الإطلاق. هذا هو أحد أسباب انقراض أسماك القرش القديمة. أحب الميجالودون المياه الضحلة الدافئة بدرجات حرارة تبدأ من 12 درجة مئوية، لكن قبل أكثر من 3 ملايين سنة أصبح المناخ أكثر برودة. هذا أدى إلى خسارته مناطق عديدة كانت موطنا له وحرمانه من الكثير من الطعام. بدأت الحيتان القديمة التي شكلت الغذاء الرئيسي لأسماك القرش العملاقة في الاختفاء، واستولت الأنواع المفترسة الأخرى على ما تبقى من الغذاء. بدأ الميجالودون يجوع، ومع الوقت دخل لاعب جديد إلى الملعب، الحيتان المسننة، أسلاف الحيتان المفترسة الحديثة. عاشت في مجموعات وكانت أدمغتها أكبر من دماغ الميجالودون، لذلك مع مرور الوقت بدأت في التنافس معه. استفادت الحيتان من كونه أخرقا. يمكن لمجموعة من الحيتان المفترسة الفوز على قرش عملاق بسهولة. يعتقد الكثير من العلماء أن هذا هو السبب وراء اختفاء أكبر قرش في العالم، لكن هناك نظريات تقول أن الميجالودون لا يزال حيا يطوف المياه العميقة في كوكبنا. قال الكثير من الصيادين الأستراليين أنهم قابلوا قرشا بحجم هائل، لكن لا يستطيع أحد إثبات تلك الشهادات. يعتقد مؤيدو تلك النظرية أن القروش العملاقة تستطيع الاختباء في المياه العميقة بعيدا عن عيون البشر، مثل خندق ماريانا على سبيل المثال. إنه أعمق مكان على سطح الأرض، لو وضعت جبل إيفرست في الماء فلن يصل إلى عمقه. وقد وجدنا أسنان الميجالودون هناك بالفعل، لكن العلماء يقولون أن القرش العملاق لا يستطيع العيش في خندق ماريانا للعديد من الأسباب. أولا، إنه أبرد من اللازم. كان الميجالودون على الأغلب سمكة ذات دم بارد، لذلك استعان بدفء بيئته، لكن الماء في خندق ماريانا بارد حوالي 4 درجات مئوية، وذلك لأنه كلما نزلت إلى الأسفل قلت أشعة الشمس. السبب الثاني هو الضغط. كل 10 أمتار يزيد الضغط الجوي بمقدار 1 ضغط جوي. إذن على عمق 30 مترا يصبح الضغط أكثر مما تشعر به على السطح ب3 أضعاف، ولن تسمح عضلات وغضاريف الميجالودون الضعيفة له بالغوص على عمق كبير في خندق ماريانا. أهم شيء هو الطعام. كلما ابتعدت عن سطح المحيط قل عدد الكائنات الحية. اعتاد الميجالودون على تناول الحيتان البدائية التي تراوح حجمها بين 3 و7 أمتار، لكن لا تعيش في خندق ماريانا سوى الأسماك الصغيرة، ولن يستطيع الميجالودون صيدها أبدا. بالنظر إلى حجمه كان على الميجالودون تناول الطعام باستمرار ثم البحث عن المزيد. بمقارنة وزنه بوزن الإنسان، يحتاج الإنسان في المتوسط حوالي 2000 سعر حراري في اليوم إذا كان وزنه 80 كيلوغرام.
وزن الميجالودون ضعف هذا ب 470 مرة، لذا فهو يحتاج الكثير والكثير من السعرات. وكل الأسماك التي تعيش في خندق ماريانا لن تكفي لإطعامه لعدة أيام، لذا كل هذه النظريات خاطئة بالطبع. لكن من الذكاء أن تكون حريصا، أليس كذلك؟ حل الظلام ويبدو أن عاصفة هوجاء في الطريق. تعيش اليوم في مدينة ساحلية، لذا يمكنك مشاهدة البحر المضطرب عبر نافذتك. يلمع البرق في السماء وتتلاطم أمواج قوية على الشاطئ وتحول الأمطار الغزيرة الرمل إلى طين. فتقول لنفسك أنك ستجد الكثير من الأسماك على الشاطئ في الصباح، ومن ثم تخلد إلى النوم. لكن ضوضاء غريبة توقظك من غفوتك. الأمر أشبه بآلاف الأيادي التي تصفق بالقرب من نافذتك. تخرج من منزلك وترى حشدا من الناس يقفون بجانب الشاطئ. صوت الفرقعة يزداد قوة بشكل تدريجي، ومصدره أطنان من الأسماك على الشاطئ. لقد ظلت هناك لعدة ساعات لكنها لا تزال حية، تركل وتضرب بأجسامها الزلقة على الرمال. ترى الشبوط والتروتا والسردين وحتى بعض أسماك القرش البيضاء العظيمة. إنها تنبض بالنشاط والحيوية وتطقطق فكوكها الكبيرة التي تعج بالأسنان. بطريقة ما صارت جميع الأسماك تتنفس كالبشر، تساعد الآخرين في إلقاء الأسماك في المياه. يمكنك رؤيتها تسبح إلى أعماق البحر، لكن بعضها عادت لتسبح بالقرب من السطح للاستمتاع بالنسيم العليل. ساعدت جميع الأسماك تقريبا ما عدا أسماك القرش. تصل رافعة الإنقاذ إلى المكان وترفع كل سمكة لتعيدها إلى البحر، الواحدة تلو الأخرى، ومن ثم تسحبها ناحية البحر وتطلق سراحها. وتسمع في الأخبار بأن الأسماك التي تتنفس الهواء قد انجرفت إلى الشاطئ، ليس في مدينتك فحسب، فقد وجدها الناس على الشواطئ حول العالم. ذهب العلماء والباحثون البحريون في بعثة إلى الشاطئ لدراسة هذه الظاهرة غير الاعتيادية، وفي وقت لاحق من المساء أعلنوا عن نتائج بحوثهم. صارت جميع المخلوقات البحرية التي تملك خياشيم قادرة على التنفس الرئوي الذي طورته حديثا. يمكنها البقاء على الأرض قدر ما تشاء، لكنها تحتاج إلى بعض المياه لتشرب كغيرها من الكائنات الحية. تمتص الأسماك الماء فيمر عبر خياشيمها. توجد في الخياشيم مستقبلات خاصة تمتص الهواء من الماء وترسله إلى مجرى الدم. بهذه الطريقة تحصل أجسامها على الأكسجين الذي تحتاجه للبقاء على قيد الحياة، وبعدها يتكون ثاني أكسيد الكربون ويدخل مجرى الدم، ومن ثم يمر عبر الخياشيم ويطلق مجددا في المياه. قدرتها على التنفس عبر الخياشيم ظلت على حالها، لكن البنية التشريحية لهذه المخلوقات اختلفت، فقد طورت رئات ومسالك تنفسية. حينما تكون السمكة في الماء تغلق هذه المجاري الهوائية وتعيق وصول الماء إلى الرئتين. بهذه الطريقة لا يصل الماء إلى هناك، لكن حينما تصبح السمكة على اليابسة تغلق خياشيمها وتفتح مجاريها التنفسية ليمر الهواء من الفم إلى الرئتين. لم يؤثر هذا التحول المدهش على العالم بعد، فالدلافين والحيتان تمتلك رئات ويمر الهواء عبر فتحات الأنف التي تقع فوق رؤوسها. هذه الفتحة تسمى المنفس. تصعد الدلافين إلى السطح وتملأ رئاتها بالهواء قبل أن تعود لتحت سطح الماء مجددا. صارت كل المخلوقات البحرية على هذه الشاكلة وتسبح بالقرب من السطح. تأخذ قاربا للذهاب في رحلة بحرية وترى الظاهرة الغريبة بأم عينيك. وكلما ابتعدت عن الشاطئ ظهرت المزيد من الأسماك في المياه، تقفز عاليا وتغوص في الأعماق كأنها دلافين. يبدو أنها تستمتع بقدراتها الجديدة. توجد الكثير منها وتقفز عشرات الأسماك داخل قاربك فتعيدها إلى البحر بنفسك. ترى زعنفة كبيرة فتوقف المحرك. تسبح سمكة قرش على بعد مئات الأمتار، إنها بحجم قاربك. من حسن الحظ أنها تلتهي ببقية الأسماك ولا تفكر فيك. تستدير وتعود إلى الشاطئ. سيحل الظلام قريبا. يمكنك رؤية أنوار المدينة، والمياه تعج بقناديل البحر المشعة والعوالق النباتية، وبفضلها تشع المياه باللون الأرجواني والأزرق. انبهرت بهذا المشهد العظيم ولم تلاحظ بأن أنوار المدينة انطفأت فجأة. يمكنك سماع صراخ الناس، وكلما اقتربت من الشاطئ على الصراخ وأصوات تحطم شيء ما. وأخيرا تصل إلى المرفأ وتنزل من قاربك وتكتشف أن جزءا من السد تدمر بالكامل. انقلبت القوارب وتكسرت أنوار الشوارع وتقطعت الأسلاك الكهربائية.
يؤدي ذيل طويل من سائل لزج وشفاف من المرفأ إلى المدينة. تدوس على ذلك السلايم مرة أو مرتين. الشوارع خالية من الناس والسيارات مهجورة ونوافذ المنازل مكسورة. تغطي القمامة الأرجاء والشوارع مغطاة أيضا بنوع من الإفرازات. بعض أصوات الفرقعة تصدر من ممر مظلم، إنها تقترب منك أكثر. ظهر أخطبوط صغير في الشارع يمشي كأنه عنكبوت، وبفضل مجساته يصعد المخلوق على سيارة ويقفز إلى الجدار ويواصل الزحف. وبعد هذا الأخطبوط ترى غيره وتتبعه مخلوقات حبار، بعضها يزحف ببطء في اتجاهك فتتراجع خطوة إلى الوراء. تخرج المزيد منها من ذلك الممر المظلم ويعادل حجم بعضها حجم السيارة. ترى دراجة ملقاة على الأرض فتصعد فوقها وتقودها عبر الشوارع المقفرة، يتبعك جيش من الأخطبوطات. تهتز الأرضية تحت عجلات الدراجة وتسمع زمجرة تصم الآذان لوحش غير معروف. تنظر خلفك فتندم على الفور، إنه وحش عملاق بحجم مبنى من 5 طوابق يشبه الحبار، يكسر جدار منزل قريب بضربة من مجساته الهائلة. لقد خرج هذا المخلوق من الركن الأظلم للبحار، ومنذ حصوله على رئتين وهو يبحث عن طريقة لأخذ نفس عميق من الهواء المنعش النظيف. دفعته غرائزه للصعود إلى السطح حيث شم الكثير من الطعام. لقد جذبت أنوار المدينة انتباه الكراكن وحش البحار. بمجساته العملاقة يتشبث الكراكن بجدران المباني والشوارع ويلحق بك. ترى نفقا أمامك بالضبط، فتضغط على دواسات الدراجة بأقصى قوتك وتنجح في دخول النفق. تسمع بعدها صوتا غريبا خلف ظهرك. ليس للكراكن هيكل عظمي كالأخطبوط تماما، ويتكون جسمه من العضلات فحسب. لهذا السبب يمكنه أن يعتصر نفسه ويدخل في أي ثقب كأنه ماء. يلاحقك الكراكن في النفق كأفعى بعشرات الذيول، لكن سرعته تتباطأ شيئا فشيئا. تزيد من سرعتك وتخرج من النفق، والآن تقود دراجتك بأقصى سرعة من شدة الخوف حتى تصل إلى أقرب مدينة مع حلول الصباح. وهناك تلتقي بجيرانك وتفهم منهم بأن وحوش البحار ظهرت فجأة في المدن الساحلية حول العالم. لحسن الحظ لا تظل الوحوش على اليابسة لوقت طويل، فلطالما عاشت في أعماق المحيط الباردة، لذلك لا تحتمل جلودها أشعة الشمس الحارقة، وسرعان ما تعود إلى المياه وقت الغسق. صارت أسماك القرش وغيرها من المخلوقات البحرية تعود إلى الشاطئ لتناول الغداء أكثر وأكثر. مرت السنين وتعلمت العيش على اليابسة. إنها تركل وتلوح بذيولها وتدفع أجسامها بزعانفها وتتحرك ببطء عبر الشوارع. بنى سكان المدن الساحلية العديد من الجدران الهائلة على طول الشاطئ لمنع غزو الأسماك والحبار العملاق لمدنهم. تحصل مخلوقات البحر على ضعف المستويات المعتادة من الأكسجين وتمتصه عبر خياشيمها وتملأ رئاتها. بفضل هذه الخاصية يتدفق الدم في أجسامها بشكل أسرع وأفضل، وهذا يجعل عضلاتها أقوى وأدمغتها أذكى. صار من الصعب صيد الأسماك إذ أنها تخترق بسهولة شبكات الصيد وتقفز ببراعة من القوارب. زاد ذلك من عدد الحيوانات البحرية وبخاصة أسماك القرش. صار من غير الآمن السفر على متن أي نوع من السفن. قد ينقلب قارب الصيد الصغير بسهولة بسبب سمكة القرش، وقد يعترض الحبار العملاق سفينة سياحية كبيرة. مرت مئات وآلاف السنين وخرجت المزيد من الأسماك إلى اليابسة وتغيرت أجسامها مع اختلاف بيئاتها. نمت لبعض الأسماك أطراف طويلة وصارت جلودها سميكة، بينما ظلت الزعانف والذيول على حالها. صارت الأرجل أطول، تخيل قرشا بأرجل التماسيح. هكذا تبدو معظم الأسماك في هذا العالم. ستمر ملايين السنين من التطور البشري وستتمتع الأسماك بقدرات البشر، لكنها ستظل مغطاة بالحراشف مع زعانف صغيرة خلف آذانها وزعانف كبيرة على ظهورها. بحلول ذلك الوقت ستنهي البشرية استعمار الكواكب الأخرى وستحكم الأسماك الأرض. بينما أنت جالس على السرير تضع قدميك على الأرض وإذ بك تشعر بالماء البارد. تخرج من غرفتك بسرعة فتجد نفسك في ممر طويل تغمره المياه لحد الركبة، وترى أشخاصا يرتدون سترات نجاة ويركضون نحو السلم. تتبعهم لتكتشف أن الفوضى تعم المكان، الماء في كل زاوية. تنزلق قدم امرأة وتسقط عن الدرج فتهم بمساعدتها. يدفعك الناس من جميع الاتجاهات فهم يحاولون صعود الدرج بينما تزداد المياه من خلفهم. غمرت المياه غرفتك التي غادرتها للتو، وبعد بضع ثوان يرتفع مستوى الماء ليتجاوز رأسك.
لحسن الحظ تمكن الجميع من الخروج. بدأ السطح العلوي للسفينة بالتصدع وأصبحت السفينة الضخمة مائلة للجانب. اختلط صوت تكسر الخشب وانضغاط الحديد وصراخ الناس بالموسيقى التي يعزفها الموسيقيون على الكمان. تتجه نحو قوارب النجاة وتشعر بأنك تتسلق جبلا. ليست هناك قوارب نجاة متاحة، ولكنك تعثر على سترة نجاة. غرقت مقدمة السفينة بأكملها تحت الماء، وأنت الآن على حافة الجزء الخلفي تتخذ القرار بالقفز. تنتظر حتى تغرق السفينة في الماء لتقلل المسافة بينك وبين سطح المحيط، وأخيرا تقفز في المياه المتجمدة. تبلغ درجة حرارة الماء -2 درجة مئوية، ورغم أن هذا غير كاف لتجمد المحيط إلا أنه كاف لتحويل بركة في الطريق إلى جليد. يصعب عليك التنفس بسبب البرد الشديد، وترى أمامك واحدة من أروع السفن التي عرفها التاريخ تغرق في الظلام. بعد ساعة ونصف تصل سفينة أخرى وتنقذ جميع الناجين، ولكنك مضطر الآن للتعامل مع الموقف بطريقة ما. أمامك 90 دقيقة من السباحة في المياه الجليدية للمحيط الأطلسي وسط الليل وفي حالة من الفوضى والصراخ واليأس. هناك شيء واحد قد يزيد الأمر سوءا، إنها أسماك القرش. يعرف الجميع قصة تايتانيك. ماذا لو لاحظ الناجون زعانف أسماك القرش؟ كان هذا ممكنا من الناحية النظرية. السيناريو الأول: يمكن لأصوات الارتطام والاهتزازات في الماء أن تجذب أسماك القرش الأبيض الكبير. إنها تسبح في مياه المحيط الأطلسي الباردة حيث وقعت الكارثة، وهي من أخطر الحيوانات المفترسة على الأرض، كونها كبيرة وسريعة وقوية عدا عن أسنانها 300 المدببة والحادة كالشفرات. والآن ترى بعض الزعانف المثلثة تظهر فوق الماء. تحيط الزعانف بسرعة بك وبمن هم حولك. تتشبث بقطعة عائمة من خشب حطام السفينة ثم تتسلق عليها، لكن برودة الجو تقيد حركتك وتنزلق يداك على بعضهما. يجذب هذا الصوت أسماك القرش، فتتوقف إحداها عن السباحة وتستهدفك مباشرة. يتوقف دماغك عن العمل من شدة الخوف، وتسيطر عليك غريزة البقاء. تبذل قصارى جهدك للابتعاد عن سمكة القرش بأسرع وقت ممكن، وبالطبع لا جدوى من الهرب في الماء من سمكة قرش سريعة، لكنك ما زلت تحاول. مرت ثانيتان، وتشعر الآن وكأن كعب قدمك يرتطم بأنف القرش بينما تدخل القدم الأخرى في فمه المسنن. تطلق صرخة مدوية وتشعر بأسنانه الحادة على ساقك، ثم تغمض عينيك، لكن لا شيء يحدث. بعد ثوان قليلة يتركك القرش في حال سبيلك. نادرا ما تهاجم أسماك القرش الأبيض الكبير البشر، وإذا عضت إنسانا فذلك بغية اختبارك فقط. الطعام المفضل لهذا القرش هو الفقمة، وبعد هذا الاختبار البسيط أدرك القرش أنك لست فقمة فتجاوز عنك. ولكن إذا كان القرش جائعا فلن يهتم أي نوع من الكائنات أنت. هؤلاء الناجون في القارب بأمان وليس لديهم أي سبب للخوف. القرش الأبيض الكبير لن يهاجمهم. قد يقدم هذا الحيوان المفترس على دفع القارب قليلا لاختباره ليس إلا. ولكن إذا كانت هناك ثلاجة مليئة باللحم على القارب وقرر أحدهم إطعامها للقرش، فستبدأ حينها المتاعب. ستدفع أسماك القرش المفترسة القارب حتى تسقط شرائح اللحم في الماء. سمكة القرش تبتعد عنك ثم تصعد إلى أحد قوارب النجاة فتصبح بأمان. بعد فترة وجيزة تصل سفينة أخرى وتنتقل إلى مكان دافئ ومريح. السيناريو الثاني: إذا كانت المياه أكثر دفئاً قد يواجه الناجون من التايتانيك أسماك قرش الثور. تقفز في الماء من السفينة الغارقة حيث الماء ليس شديد البرودة، وتسبح بسهولة إلى أقرب باب عائم، لكنك تلاحظ وجود زعنفة مثلثة طويلة بطرف داكن. على عكس القرش الأبيض الكبير، القرش الثور ليس سريعاً، إنه كسول وبطيء وكأنه لا يعيرك أي اهتمام، لكنك مضطر على أي حال لتسلق الباب بسرعة. أسماك قرش الثور من أكثر أسماك القرش عدوانية في العالم. تتعمد أن تبدو بطيئة حتى تشعر الفريسة بالارتياح، وفي اللحظة المناسبة تصبح سريعة ورشيقة. اكتسبت سمكة القرش اسمها هذا من وجهها القصير المسطح كوجه الثور. بدنها قوي، لكنها تفضل نطح الفرائس وأسماك القرش الأخرى برؤوسها. بمجرد أن تتسلق الباب يصطدم به القرش الثور فتسقط في الماء، لكن لحسن حظك قارب النجاة قريب ويرفعك الناس إليه بسرعة. تصطدم العديد من أسماك القرش بكم من مختلف الجهات فيصبح الوضع مخيفا، ولكن تضافر جهودكم يفضي لإبقاء القارب عائما.
سرعان ما تصل سفينة أخرى تخيف الحيوانات المفترسة بصوت إشاراتها العالية وهدير محركها. لحسن الحظ أن هذا السيناريو غير السار يستحيل أن يحدث. تسبح أسماك القرش الثوري في مياه المحيط الدافئة فقط، ولكن قد تجدها في الينابيع العذبة ومصبات الأنهار والمياه الضحلة، لهذا يرصدها الناس بكثرة قرب الشواطئ. اقرأ دائما عن المكان الذي ستسبح فيه قبل أن تغوص في الماء. السيناريو الثالث وهو الأكثر ترجيحا، تقفز في الماء فتجده جليديا من جديد، وتواجه صعوبة في الحركة بسبب البرد الشديد. سترة النجاة تبقيك طافيا على السطح وتنير أضواء التايتانيك الغارقة الماء. تلاحظ في الأعماق شيئا يشبه كتلة صخرية كبيرة، إنها سمكة طاعنة في السن، أروع سمكة قرش في العالم، تسبح قريبا منك. إنها سمكة قرش غرينلاند. تسبح هذه الأسماك في مياه القطب الشمالي، لهذا لا تخشى البرد القارس الذي يميز شمال المحيط الأطلسي. يتجاوز حجم هذه السمكة المفترسة حجم السيارة، ويزداد طولها كل عام بمقدار سنتيمتر واحد. أنت محظوظ فعلا لرؤيتها، فهي من أندر أسماك القرش في العالم، ومن حسن حظك أنها مسالمة بطبيعتها ولن تهاجمك. مطبخ التايتانيك بأكمله يطفو على الماء ويجذب أسماك القرش هذه. إنها بطيئة وكبيرة في السن، يمكن أن يصل عمر قرش غرينلاند إلى 400 سنة. يصبح هذا القرش بالغا بعد 150 سنة من الولادة. ربما يكون القرش الذي تنظر إليه الآن في عام 1912 قد شهد العصر الذهبي للقراصنة الذين كانوا يقاتلون بالسيوف ويرعون الببغاوات ويضعون رقع العين. وهناك احتمال كبير لأن يعيش القرش الذي يشهد كارثة تايتانيك حتى الآن حتى عام 2021، وأن يجول في وقتها المياه الباردة للمحيط الأطلسي. تمكنت من الهرب في جميع السيناريوهات، ولكن إذا هاجمتك سمكة قرش في الماء ولم يكن هناك قارب قريب، يظل بوسعك البقاء على قيد الحياة. أهم شيء هنا هو تجنب الهلع، أي لا تتخبط في الماء أو تتحرك بحركات مفاجئة كي لا تثير سمكة القرش. أنت ترتدي سترة نجاة، وبالتالي لا حاجة للحركة لكي تبقى طافيا، كما ولا تحاول السباحة بعيدا عن سمكة القرش كي لا تظنك فريسة لها. ستسبح سمكة القرش حولك، لا تدعها تغيب عن نظرك. يمكنك السباحة ببطء حتى تصل إلى قارب أو لوح خشبي أو أي شيء آخر يمكنك تسلقه. إذا كنت قريبا من الشاطئ فاسبح تجاهه ببطء حتى تصل إلى المياه الضحلة. عليك بعدها أن تهرب بسرعة، لكن احذر، يمكن لسمكة القرش أن تصل إليك، لذا كن يقظا. إذا واصل القرش مهاجمتك فستضطر للقتال من أجل النجاة بحياتك. نقاط ضعف القرش هي عيناه وخياشيمه، استهدفها بيديك وقدميك. بعض أنواع أسماك القرش تتمتع بقدرة غريبة تخول لها بصق معدتها ومن ثم إعادتها إلى مكانها. أوه، سيكون ذلك مفيدا للبشر. تتناول معظم أسماك القرش كميات هائلة من الطعام، لكن المشكلة أنها غير قادرة على هضم كل شيء تلتهمه، لذلك تحتاج إلى طريقة للتخلص من الفائض كقوقعات السلاحف والمناقير وريش الطيور وعظامها ومخالب السلطعون وما إلى ذلك. ومن ثم تقوم هذه المخلوقات المهيبة بتقيؤ كل المعدة ومحتوياتها عمدا، وبعد أن ينتهي سمك القرش يعيد عضوه الهضمي إلى مكانه، ولا تدوم العملية برمتها في الغالب أكثر من ثانية. بعض فصائل أسماك القرش مثل القرش الأبيض العظيم أو الماكو تملك جهازا خاصا لتدفئة العينين، تسخن الشبكية أعينها ودماغها، ولا يساعد ذلك في رصد التحركات بشكل أفضل وحسب، بل وفي تحسن الدقة أيضا. أما بالنسبة لأسماك قرش الماكو فهذه الفصيلة تسافر غالبا بشكل عمودي في مختلف درجات الحرارة. على عكس البشر الذين لديهم فك واحد متحرك، يمكن لأسماك القرش تحريك فكوكها العلوية والسفلية بحرية مطلقة، الأمر الذي يسمح لها بالإمساك بوجباتها بشكل أفضل، فضلا عن مضغها بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذا مطمئن. تلد إناث أسماك القرش أعدادا غفيرة من الأسماك الصغيرة دفعة واحدة، يعتمد ذلك على الفصيلة بطبيعة الحال. فمثلا سمكة القرش الأزرق تنجب أكثر من 130 صغيرا دفعة واحدة. عضة سمك القرش الأبيض العظيم أقوى من عضات الأسود، يمكن لهذا الصياد الماهر بطول 6 أمتار توليد قوة أكثر من 276 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، وهذا أقوى بأربع مرات من عضة الأسد أو النمر.
أما الإنسان فعضته تتراوح بين 10 إلى 14 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، لذا فهو لا يملك أي فرصة أمام القرش. تدافع أسماك القرش المنتفخة عن أنفسها بابتلاع كميات هائلة من المياه، فيتضاعف حجم أجسامها، وبالتالي تخيف وتبعد بقية الحيوانات المفترسة. يمكن أن ينبت لأسماك القرش أكثر من 50,000 سن خلال حياتها، لكن ليست جميع أسنانها متشابهة. توجد الأسنان الأقوى والأكبر حجماً في الصف الأمامي، بينما تلك القريبة من الجزء الخلفي تكون أصغر وأقل قوة. إن تلفت الأسنان الأمامية، يمكن لهذه الأسنان الأضعف استبدالها. ذلك ممكن لأن جذور أسنان سمك القرش ليست عميقة كأسنان الإنسان، ويمكنها التحرك بحرية. يتمتع جلد سمك القرش بملمس شبيه بأوراق السنفرة، وتغطيه حراشف متناهية الصغر شبيهة بالأسنان، جميعها تتوجه ناحية ذيل الحيوان. يساعد ذلك في تقليل قوة الاحتكاك التي تظهر خلال السباحة. لكن جلد القرش الحوت سميك للغاية، وفي بعض الأجزاء يمكن أن يكون بسمكة 15 سنتيمتر. إنه من أقوى الجلود في عالم الحيوان، وبسببه يجد العلماء صعوبة كبيرة في أخذ عينات دم من هذا المخلوق. تتميز أسماك القرش بحاسة شمها المذهلة، لكن إلى جانب ذلك تستعمل حاسة أخرى لرصد بقية الحيوانات. إنها مسامات خاصة حول الرأس بجانب المنخارين وتحت الخطمة، وتعمل كأنها بصر ثاني. يولد كل مخلوق حقلا كهربائيا ضعيفا، وبفضل هذه المسامات يمكن لأسماك القرش رصد هذه الحقول الكهربائية، وبالتالي معرفة مكان باقي الحيوانات. سمع أسماك القرش متطور هو الآخر، إذ يمكنها سماع وجباتها المحتملة على بعد 914 مترا، ويمكنها أيضا التقاط الأصوات منخفضة التردد مثل تلك التي ينتجها انقباض النسيج العضلي للأسماك. تواجدت أسماك القرش على سطح الأرض منذ أكثر من 400 مليون سنة، وهذا يعني أنها نجت من أربعة من بين خمسة انقراضات جماعية، الأمر الذي يجعلها أقدم من جبل إيفرست والبشر والديناصورات وحتى الأشجار. يعود أصل ظهور هذه المخلوقات إلى الزمن الذي بدأت فيه الشعاب المرجانية في التشكل في أعماق البحار. يمكن لبعض فصائل القرش أن تقفز خارج المياه، مثل القرش الأبيض العظيم أو القرش المتشمس، وتعرف بقفزها لارتفاع يتجاوز المترين ونصف في الهواء. بفضل هذه المناورات يمكنها التقاط بعض الحيوانات مثل الفقمة أو الطيور البحرية. لكن ما لم تكن في جنوب أفريقيا، فمن المستبعد أن ترى أسماك القرش تقفز من الماء. يتكون الهيكل العظمي لسمك القرش من عضلات وغضاريف، وهي أخف وأقل كثافة بمرتين من العظام، يجعل ذلك أسماك القرش أكثر مرونة، مما يسمح لها بالانعطاف بسهولة خلال مطاردة الحيوانات الأخرى. رأس القرش المطرقة غريب الشكل لسبب وجيه، بفضله يحظى هذا المخلوق بمجال رؤية بزاوية 360 درجة. تكون الأعين مائلة إلى الوراء قليلاً، ويسمح له ذلك بالحصول على مجال رؤية متداخل. فكا القرش العفريت المخيف متصلان بأربطة مرنة. يمكن أن يخرج الفكان من خطم الحيوان لمسافة 8 سنتيمتر تقريباً، ويسمح ذلك للحيوان بقذف فمه ناحية المخلوقات البحرية الأخرى والإمساك بها. لا تنام أسماك القرش مثل ما نفعل، بعض الفصائل تسبح طوال الوقت وبلا انقطاع، وإلا فلن يتدفق الماء عبر خياشيمها، وبالتالي لن تتمكن من التنفس. ترتاح بقية أسماك القرش، لكنها لا تدخل مرحلة اللاوعي، تمر فقط بفترات خاصة من النوم. ليس لهذه المخلوقات جفون، ولهذا السبب تظل أعينها مفتوحة على الدوام، وتراقب حدقة العين ما يحيط بها، كما تظل أفواهها مفتوحة حتى تمر المياه عبر خياشيمها. بإمكان أسماك القرش اجتياز مسافات ساحقة دون حاجة للراحة، وكل ذلك بفضل نمط نومها الغريب. فمثلاً يمكن للقرش الأبيض العظيم السباحة لمسافة تتجاوز 3200 كيلومتر دون التوقف للأكل أو الراحة. كيف يعقل ألا تموت هذه المخلوقات من الجوع؟ الواقع أنها تبقى على قيد الحياة بفضل الدهون المخزنة في كبدها. بالمناسبة يمكن لهذا العضو أن يشكل ما يصل إلى ثلث وزن القرش. على عكس الاعتقاد الشائع، لا يمكن لأسماك القرش السباحة بالمقلوب، ولا تفعل ذلك إطلاقاً. تدفعها ذيولها إلى الأمام، وزعانفها الصدرية تساعد في الحفاظ على توازنها والانعطاف في الأرجاء، مما يعني أنه من الناحية الجسدية لا يمكن لها التحرك في أي اتجاه ما عدا الأمام.
ليس لأسماك القرش أي حبال صوتية، ولا يمكنها إنتاج أصوات للتواصل فيما بينها أو التعبير عن مشاعرها. لهذا السبب يجب أن تستعمل تحركات الجسم مثل الالتفاف بأجسامها أو التشقلب في المياه. تعيش أسماك القرش في جميع محيطات العالم، وتسكن عدة أنواع الأنهار والبحيرات العذبة. فمثلاً عثر على القرش الثوري في الأنهار الاستوائية، ويعرف أيضاً بقدرته على السباحة بين المياه المالحة والعذبة. أصغر أنواع أسماك القرش في العالم هو قرش الفانوس القزم. لا ينمو هذا المخلوق الفريد من نوعه لأطول من 20 سنتيمتر، لكنه يعوض عن حجمه الصغير بعدة طرق. فمثلاً ينبعث ضوء من بعض أعضائه، وبما أنه يعيش في المياه الضحلة يساعده ذلك في التمويه والتماهي تحت أشعة الشمس. تأكل أسماك القرش الأزرق كثيراً، أكثر مما تحتاجه في الغالب، ويمكن ألا تهضم كميات من هذا الطعام لأسابيع طويلة، ثم تستعملها عند حاجتها للطاقة. لسمكة القرش عضو يبدو شبيهاً باللسان يسمى اللامي القاعدي. إنه الجزء الأمامي من الغضروف، والذي يمتد من صدر سمكة القرش إلى فمها. إنه لا يتحرك وليس مفيداً أساساً. هذا العضو الشبيه باللسان لا يشارك في عملية التغذية، وليس مغطى ببراعم تذوق. يقتصر استعماله الحقيقي على إسناده لبعض العظام التي تربط بين خياشيم سمكة القرش. توجد مئات من فصائل أسماك القرش في العالم، وبالتحديد حوالي 500. بعضها غريب جداً. انظر فقط إلى القرش العفريتي أو المتشمس أو قرش قالب الكعيكة. تتفاوت هذه الأنواع من أسماك القرش في الحجم من عدة سنتيمترات إلى عشرات الأمتار، وتعيش أيضاً في مختلف البيئات. يتناول القرش النمر أي شيء قد يعترض طريقه، وبعض أغرب الأشياء التي قد يلتهمها هي كاميرات الفيديو وأكياس المال ولوحات السيارات، والأمثلة لا حصر لها. لكل سمكة قرش نمط فريد من نوعه على جلدها. يمكن الاستفادة من بعض النقاط أو الخطوط لتحديد أسماك القرش، مثل ما نستعمل بصمة اليد نحن البشر. يمكن للقرش الأفطس سداسي الخياشيم الغوص إلى أعماق تقارب ارتفاع 5 مباني إمباير ستيت. يسمى صغير سمك القرش الناعوص. عند الولادة أو الفقس تكون الصغار مكتفية ومتغذية بالكامل، وإن اختارت السباحة بعيداً عن أمهاتها فلن تحتاج إلى الصيد لبضعة أسابيع على الأقل. تسبح على عمق 3 كيلومترات في قاع المحيط. لا تسألني كيف وصلت إلى هناك، سيرني وحسب. الجو بارد والضغط عال جدا، فلا تتراءى أمامك أي أسماك. ومن ثم ترصد جسما أخضر لامعا، إنه سمك قرش قالب الكعيكة. تشع رقبته في الظلام لجذب الأسماك وغيرها من المخلوقات الشهية. لا يبدو هذا القرش ضخما ومروعا، فهو صغير بحجم القطة تقريبا، بل هو بحجم القط وجسمه بني وعيونه خضراء واسعة. لكن قد تكون المناظر خداعة، ففي كل ليلة يصعد هذا المخلوق إلى السطح ويصطاد أسماك القرش البيضاء العظيمة والحيتان وسمك أبو سيف حتى. إن دققت النظر سترى فما مستديرا مليئا بالأسنان الحادة، ولا يعض فحسب، بل إنه بمثابة منشار. يسمى بقرش قالب الكعيكة لأنه عندما يرى شيئا لذيذا يعضه ويترك آثارا شبيهة بقطمة الكوكيز. أسماك القرش هذه معروفة بقدرتها على تعطيل الغواصات. يا ترى كيف مذاق الغواصة؟ سمك القرش التالي بطول سيارة. لم نشاهد سوى 100 من هذا النوع، لكن إن قابلت أحدها لن تنساه أبدا. للقرش فم ضخم، أقصد فم هائل، مثلي تماما على ما أظن، ويسمى القرش عظيم الفم. يمكنك بسهولة الدخول فيه إن انكمشت على نفسك، لكنه ليس خطيرا، أقله ليس بالنسبة للبشر. يتغذى عبر السباحة وفمه مفتوح، ويصفي العوالق وغيرها من المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار. لسمك القرش أعضاء خاصة داخل فمه تشع في الظلام وتجذب القشريات. يسبح عميقا في المحيط في الظلام الحالك، ومؤكد أن ابتسامته جميلة. يملك القرش الدراس جزءا ضخما في جسمه، إنه الذيل، وهو بنصف طوله الكلي تقريبا، ويبدو كشفرة مروحية. إنه من الحيوانات القليلة التي تصطاد باستعمال الذيل. يتسلل سمك القرش ناحية سرب من الأسماك ويبدأ في هز ذيله، وبذلك يثير رعب بعض الأسماك. وهذه خطته بالضبط. عند الضرورة القصوى يمكنه أيضا استعمال ذيله للدفاع عن نفسه. أفضل شيء في هذا القرش أنه لا يهاجم البشر. قرش الملاك. ثم مختلف الأنواع من قرش الملاك،
لكنه يبدو أشبه بالقرش أكثر من الملاك. جسمه منبسط كأسماك الراي اللساع، وجلده مغطى بأنماط تساعده على الاختفاء في قاع المحيط. بفضل مهاراته في التمويه يحدث أن يلمسه الغواصون عن طريق الخطأ، الأمر الذي ليس فكرة سديدة، فهذه مخلوقات سريعة وتتمتع بفكين قويين، ومع ذلك فإنها تفضل مذاق الأسماك الصغيرة على مذاقك. لقرش القرن نتوآن شبيهان بالقرون فوق عينيه مباشرة، إنه بلا شك الجد في عالم أسماك القرش، ليس عدوانيا ويسبح ببطء شديد ويسهر حتى وقت متأخر من الليل. وجبتاه المفضلتان هما قنافد البحر والقشريات. يحرك زعانفه في قاع المحيط كما لو أنه يملك أرجل، لكن لا تستهن بقوته، فلديه واحدة من أقوى العضات من بين جميع فصائل أسماك القرش. يحتاج إلى تلك الأسنان القوية لكسر صدفات الوجبات اللذيذة في وقت متأخر من الليل، وإن حاولت إحدى الكائنات مهاجمته احترس، لأسماك قرش القرن أشواك حادة على زعانفها. وجائزة أبشع سمك قرش ستكون من نصيب القرش العفريت بكل سهولة. إن نظرت إلى مظهره الخارجي سيبدو لك غريبا جدا، وبحجم دراجة نارية وردية تحت المياه. لديه ذيل طويل وأنف طويل جدا، يعيش في أعماق المحيط ويحب أكل الحبار. ليس سريعا كأقربائه، لكنه يفوقهم مكرا بكثير. لديه تقنية سرية في صيد الحبار ومثيرة أيضا. يسبح سمك القرش العفريت خلف الحبار ويقترب منه أكثر فأكثر، لكن الحبار لا يبطئ من سرعته، لا مجال لذلك. يبدو كأن القرش العفريت لن يتناول أي غداء اليوم، ومن ثم يفتح فمه. فكه مربوط بثنيات في الجلد، مما يعني أنه قادر فعليا على إخراج فكه من فمه، وهو سمك قرش، مما يعني أن أسنانه حادة بالفطرة. تلك القبضة الإضافية تساعده في الإمساك بغذائه، وحينما ينتهي من وجبته يرجع فكه مجددا إلى فمه. شهدت أسماك القرش هذه عديد المرات على ساحل اليابان، وأطلقت عليه هذه التسمية في الحقيقة نسبة إلى العفاريت في الأساطير والقصص الخيالية اليابانية. لكن هناك شيء واحد أروع من قرش النينجا، إنه قرش نينجا المضيء. تخيل أن هناك أنبوبا يمكنك التزحلق بداخله ليوصلك إلى قاع المحيط. المكان مظلم حالك ولا يمكنك رؤية أي شيء، وفجأة تشاهد نقطة مضيئة تتحرك في الجوار، تقترب أكثر فأكثر وتتجه صوبك. إنه رأس أزرق ومشع، والأدهى من ذلك يبدو كأن رأسه ليس متصلا بالجسم. لقرش نينجا المضيء جلد أسود، لذلك لا تراه في الظلام تقريبا. إنه بطول ذراع الإنسان، لكن لا يجب الاستهانة بأسنانه الحادة الصغيرة. لا أحد يعرف فعلا لماذا يشع سمك القرش، ربما لجذب الأسماك الشهية. تفيد نظرية أخرى بأنه يستعمل الضوء للتواصل مع رفاقه، أجل لديه أصدقاء. القرش أبو مطرقة، يمكن أن يصل وزن أسماك القرش الوحشية هذه إلى نصف طن. تعيش في المياه الاستوائية في جميع بقاع العالم، وهي من أسماك القرش التي يسهل تمييزها. تقع عيونها فعليا على جانبي رأسها الشبيه بالمطرقة، وهذا يعني أنه بإمكانها النظر في جميع الاتجاهات، حتى أنها تملك عضلات رقبة خاصة لرفع رأسها إلى فوق وتحت والرؤية بوضوح أكبر. ما هو طعامها المفضل؟ أسماك الراي اللساع، تلك المخلوقات الورقية التي تسبح على طول قاع البحر وتتماهى مع الرمل والصخور. تتمثل الآلية الدفاعية لأسماك الراي اللساع في التنكر والتماهي مع بيئتها، لذا صعب جدا أن ترصدها الحيوانات المفترسة، لكن عيون رأس المطرقة ترى كل شيء. يا خيبة المسعى. تعيش أسماك القرش الأبيض العظيم وأبو مطرقة وغيرها من أسماك القرش الكبيرة لحوالي 25 سنة، لكن هناك نوع يمكنه العيش أطول من ذلك بكثير. يمكن لسمك قرش جرينلاند العيش بين 300 إلى 500 سنة. يعيش في الأغلب في شمال المحيط الأطلسي والمحيطات القطبية الشمالية. يهوى السباحة في الأعماق حيث تخيم الظلمة، لذلك يستعمل أنفه لشم الطعام. بما أنه يقضي الكثير من الوقت هناك، فقد تعلم كيفية تحمل الضغط العالي. إنه من بين أكثر الأسماك الحية تعميرا وحجما وبطئا على وجه الأرض.
تخيل فقط بأنك في رحلة إلى القطب الشمالي وترى قرش غرينلاند يتحرك ببطء عبر المياه الباردة حد التجمد، قد يكون أكبر منك بأربعمائة سنة. معظم أسماك القرش متعددة الغذاء، يمكنها اصطياد الدلافين الأخرى وغيرها من أسماك القرش والسلطعونات وقنافد البحر والأسماك الأصغر أو الأكبر حتى والنقانق. كلا، أنا أمزح بشأن ذلك. لكن قرش بونيثيد مختلف قليلا، يتغذى على الطحالب في معظم الأوقات. في الحقيقة إنه من أقرباء قرش أبو مطرقة، لكن رأسه يبدو ميالا إلى المجرفة أكثر من المطرقة. هل يمكننا الحفر به؟ إن رأيت هذا المخلوق يسبح في الأرجاء فقد تظن أنه ثعبان بحر أو دودة بحرية عملاقة. يهوى القرش المزركش السباحة في قاع المحيط مثل العديد من أسماك القرش، حينما يطارد مخلوقا لذيذا يتحرك مثل الثعبان نوعا ما. وعلى غرار الثعابين، يحب التهام غذائه دفعة واحدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يملك أسنان. في الواقع يملك حوالي 200 سن مدبب وحاد. يتميز القرش النجار بأنف طويل ومسطح وحاد، لا تكف تلك الأسنان على أنفه عن النمو، وكل سن مجهز بمستشعرات كهربائية تساعد قرش النجار في استشعار الأسماك القريبة منه كما يفعل رادار السفينة. عندما يقترب من عشائه يسبح القرش ويضربه بأنفه ويلوح به كفارس يستعرض عضلاته. واعلم أن الوقت لن يسعفك للرمش بعينيك إن مر هذا القرش بجانبك. هل يمكنك رؤيته؟ والآن تعرف على أسرع سمكة قرش في العالم، قرش ماكو قصير الزعنف. يمكنه السباحة بسرعة 55 كيلومتر في الساعة. لا تبدو سرعة كبيرة على اليابسة، لكنها سريعة بمقاييس تحت المياه، أبطأ من الفهد لكن أسرع من معظم الكلاب. إنه من ذوات الدم الحار، الأمر الذي يعد شديد الندرة في عالم البحار. يساعده ذلك للسباحة في الأماكن الباردة والبعيدة حيث لا يمكن لسمك القرش العادي أن ينجو بحياته. يسبح سمك أبو سيف بسرعة أكبر، يمكنه السباحة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. ليس من أسماك القرش، لكنه لا يزال مخلوقا رائعا. لو رتبنا سباقا فستحتل سمكة أبو سيف المراتب الأولى، فهي ليست سريعة فحسب بل سريعة جدا، إذ تملك عضوا بجانب أنفها يضخ زيتا خاصا. ينتشر هذا الزيت عبر أنفها ويخرج عبر ثقوب صغيرة. هذا الزيت المميز مقاوم للماء، الأمر الذي يسمح لسمكة أبو سيف بالانزلاق عبر المياه بمستويات عالية من السرعة. يتمتع القرش المطرقة برؤية مذهلة بنطاق 360 درجة تسمى بالرؤية الثنائية. تميل عيون هذا المخلوق نحو الأمام ويتداخل مجال رؤيتهما. يعني اسم ووبيغونغ بلغة السكان الأصليين الأستراليين الذقن الأشعث. وإذا ألقيت نظرة واحدة على هذا الحيوان المائي ستدرك سبب هذه التسمية. تعرف سمكة كلب البحر الشوكي كيفية إصدار ضوء خاص بها في المياه العميقة المظلمة لقاع المحيط. تملك هذه السمكة أسنانا تشبه الإبرة وفكين قابلين للتمدد، مما يمكنها من التهام فريسة بنصف حجمها. للوهلة الأولى قد لا تجد شيئا مشتركا بين هذه الكائنات البحرية، لكن جميعها من أسماك القرش. يوجد في العالم أكثر من 500 نوع من أسماك القرش، والكثير منها لا تبدو من نفس العائلة. أسماك القرش من أكثر الحيوانات المفترسة ترويعاً في المحيطات، وهي موجودة منذ أكثر من 400 مليون سنة. تكيفت هذه الأسماك مع مختلف أنواع الظروف القاسية، ويستطيع بعضها العيش في المياه العذبة كالأنهار والبحيرات. تختلف هذه المخلوقات في الحجم، بعضها صغير بحجم يد الإنسان، وبعضها كأسماك قرش الحوت يبلغ طولها 12 متراً. ربما سيشعر معظم الناس براحة أكبر في غياب أسماك القرش من العالم، لكن قلة منهم يدركون أن اختفاء أسماك القرش سيتحول إلى كارثة لكوكب الأرض. تخيل أن تستيقظ ولا تجد هذه الحيوانات المفترسة. إذا كنت ممن يركبون الأمواج فلن تضطر للنظر إلى المياه بحثاً عن زعنفة مثلثة لسمكة قرش. وإذا كنت من مرتادي الشواطئ بشكل دائم
فلن تضطر للبقاء متيقظاً طوال الوقت مستعداً للركض نحو الشاطئ بمجرد سماع صافرة المنقذ. وسيشعر صانعو الأفلام بالحيرة لأنهم سيضطرون للبحث عن وحش جديد. في الواقع أسماك القرش ليست سيئة كما يصورونها، ليست جميعها مخلوقات ضخمة بشكل طوربيد ولها أسنان حادة. على سبيل المثال يملك القرش المتشمس أسنان صغيرة ولا يستخدمها حتى لتناول الطعام، أما أسنان قرش القرن فهي شبيهة بالأضراس وتساعد الحيوان في سحق الفرائس صلبة القشور. وكيف يمكن لقرش كلب البحر الشوكي أن يؤذيك وهو بطول 20 سنتيمتر؟ على عكس ما يعتقده الكثير من الناس، البشر ليسوا الوجبة المفضلة لأسماك القرش، لكننا نماثل الدلافين والفقمات في الحجم لا أكثر. تفضل معظم أنواع أسماك القرش تناول الأسماك والحبار والمحار. مهلاً، وأنا كذلك. الحبار؟ تتغذى بعض الأنواع منها بالترشيح، أي أنها تحصل على طعامها بتصفية مياه البحر بالخياشيم أو الفم. عموماً، لنعود إلى العالم الخالي من أسماك القرش. تتواجد أسماك القرش الكبيرة على قمة السلسلة الغذائية في المحيطات، حيث تصطاد الأسماك الصغيرة كسمك التونة مثلاً، التي بدورها تتغذى على الكائنات البحرية الأصغر مثل الطحالب. وإذا اختفت أسماك القرش، ستنهار هذه السلسلة الغذائية بأكملها. مع غياب سيطرة أسماك القرش على أعداد الأسماك، سرعان ما ستلتهم الحيوانات المفترسة آكلات الطحالب الصغيرة. ومع عدم وجود الكائنات التي تأكل من قاع البحر، ستنتشر الطحالب وتنمو معها البكتيريا وتنتقل إلى الشعاب المرجانية، وحينها لن تكون الشعاب المرجانية قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي، حيث لن يصلها ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون الذي تستخدمهما للحصول على العناصر الغذائية. عندها ستتلاشى الشعاب المرجانية تاركة خلفها هياكل عظمية تتحول فيما بعد إلى أحجار جيرية، وسيؤدي ذلك أيضاً لانقراض العديد من الكائنات، كما أن الطحالب قد تسد خياشيم الأسماك وتلوث المياه والأطعمة البحرية. إن بقايا أسماك القرش مصدر غذائي هام للكثير من الكائنات البحرية كالدلافين وأسماك القرش الأخرى والأخطبوطات أيضاً، وبدون هذه البقايا ستواجه تلك الكائنات خطر الموت جوعاً. أو لنأخذ مثلاً القرش الببري. يعيش هذا القرش في منابت الأعشاب البحرية ويمنع السلاحف من الإفراط في الأكل من المنطقة. إن لم تكن أسماك القرش لها بالمرصاد، سرعان ما ستختفي كل النباتات الموجودة تحت الماء، وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة كبيرة. يدعي العلماء أن 50 إلى 80% من أكسجين الأرض تنتجه العوالق في المحيطات، ومنها الطحالب والنباتات الطافية وبعض أنواع البكتيريا. عادة ما تتغذى أسماك القرش على الأسماك التي تلتهم العوالق المنتجة للأكسجين. إذا اختفت أسماك القرش، فقد يحدث نقص خطير في إنتاج الأكسجين في العالم، لكن الأسماك الصغيرة ستنتعش في البداية فقط. مع غياب أسماك القرش، سيحدث خلل في مجموعات الأسماك بسبب الأسماك الجريحة والمريضة التي كانت تفترسها أسماك القرش، ولن يسبب هذا سوى الفوضى. فضلاً عن ذلك، ستلتهم الأسماك كل ما تراه في غياب الرقيب، الجمبري والعوالق والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، وقريباً ما ستمحى هذه الكائنات من الوجود، فتتضور الأسماك جوعاً في النهاية. لن يقتصر التأثير على النظام البيئي العالمي، وسيلقي بظلاله أيضاً على الاقتصاد. وهذا ما حدث ذات مرة في ولاية كارولينا الشمالية، عندما تعرضت أسماك القرش البيضاء الكبيرة في تلك المنطقة للصيد بإفراط، حدثت زيادة كبيرة في أعداد أسماك الراي التي أكلت كل المحار في الخليج. أدى ذلك لخسارة كبيرة وأغلقت المحال أبوابها. عندما لم يعد هناك المزيد من المحار، تحولت أسماك الراي للقضاء على أنواع أخرى من الكائنات البحرية القشرية.
كما أن اختفاء أسماك القرش سيؤثر سلباً على السياحة البيئية. على سبيل المثال، في جزر الباهاما يدر قرش الشعاب الواحد 250 ألف دولار في فترة حياته. يدفع الغواصون هذه الأموال لرؤية هذا الكائن في بيئته الطبيعية. ويجلب القرش الحوت في بليز 2 مليون دولار خلال حياته. إلى جانب ذلك، لو لم تكن أسماك القرش موجودة لما عرفنا عن روعتها. انظر بنفسك، لا تملك أسماك القرش عظاماً، فهيكلها العظمي مكون من الغضاريف، تماماً كما هو حال أجزاء من أذنيك ومقدمة أنفك. الغضاريف أخف وزناً من العظام الحقيقية، كما أن كبد سمكة القرش مليء بالزيوت، وهذا ما يساعدها على الطفو. ربما تعتقد أن جلد سمكة القرش أملس كجلد الدولفين، لكنه في الواقع شبيه بورق الصنفرة، حيث فيه حراشف صغيرة شبيهة بالأسنان تتجه نحو الذيل وتقلل من الاحتكاك بالماء أثناء سباحة القرش. رغم عدم وجود عظام في جسم القرش، إلا أن جسمه قابل للتحول لأحافير. مع تقدم هذه الحيوانات المفترسة في السن، تخزن الكالسيوم في هياكلها العظمية للمزيد من القوة. لذلك فإن فك قرش عمره 1 مليون سنة ثقيل وصلب كالعظام. تملك أسماك القرش بقعاً صغيرة سوداء بالقرب من عينيها وأنفها وفمها. تتيح هذه البقع للحيوان الإحساس بالمجالات الكهرومغناطيسية وتغير درجة الحرارة في المحيط. تتمتع معظم أنواع أسماك القرش بقدرة مذهلة على الإبصار الليلي، والأروع من ذلك قدرتها على رؤية الألوان. تملك سمكة القرش طبقة عاكسة من الأنسجة في عينيها تساعدها على الرؤية ليلاً بشكل ممتاز حتى بوجود مقدار ضئيل من الضوء. قد تتعرف على عمر سمكة القرش عن طريق عد الحلقات الموجودة على فقراتها. تحتوي كل فقرة على أزواج من الحلقات شبه الشفافة وغير الشفافة. إذا كانت الفقرة تحتوي على 10 أزواج من الحلقات، فعمر سمكة القرش 10 سنوات. هذه العملية الحسابية ليست ناجحة دائماً، لكن لا بأس منها. عضة القرش الأبيض الكبير ليست بالأمر الهين. يمكن لقرش طوله 6 أمتار إنتاج قوة تزيد عن 281 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. وهذا يعني أن فكي القرش أقوى ب4 مرات من فكي الأسد أو النمر. وأنت بقوة عضتك التي تتراوح بين 10 إلى 14 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع لست ضمن المنافسة حتى. يمكن لسمكة القرش تسخين عينيها بفضل أنسجة الشبكية المميزة. يساعدها ذلك على الرؤية بدقة أفضل لما هو حولها ورصد فرائسها. تملك بعض الأنواع التي تسكن قاع المحيط كأسماك قرش المرضعة أو الملاك فتحات خاصة خلف أعينها. تزود هذه الفتحات الدماغ والعينين بالأكسجين مباشرة. تستخدم أسماك القرش هذا العضو أثناء استراحتها في قاع البحر أو عند تناولها الطعام. لكن يتعين على معظم أنواع أسماك القرش السباحة طوال الوقت لضخ الماء فوق خياشيمها. تعيش أسماك القرش في جميع محيطات الأرض، لكن بعض الأنواع تشعر بالراحة في المياه العذبة. فيمكنك أن تجد مثلاً أسماك قرش الثور في الأنهار الاستوائية. لقد تكيفت مع هذه الظروف ويمكنها الآن العيش في المياه العذبة والمالحة. وتسبح أسماك القرش النهرية كما يدل اسمها في أنهار غينيا الجديدة واستراليا وجنوب آسيا. قد يختلف عدد الأسنان باختلاف النوع، لكن معظم أسماك القرش تملك أكثر من 15 صفاً منها في كل فك، مصطفة وراء بعضها من الأكبر والأقوى في المقدمة إلى الأصغر والأقل قوة في الخلف. يمكن أن تملك سمكة القرش ما يصل إلى 35 ألف سناً مقاوماً للتسوس في حياتها. الآن يمكنك أنت كإنسان تحريك فكك السفلي فقط، لكن سمك القرش قادر على تحريك فكيه العلوي والسفلي، وهذا ما يمكن الحيوان من الإمساك بقوة أكبر أثناء الصيد.
لا تتمتع أسماك القرش بقدرة استثنائية على الشم فقط، سمعها ممتاز أيضاً، ويمكنها اكتشاف فريستها من على بعد يزيد على 900 متر. نظراً لقدرتها على سماع الأصوات منخفضة التردد، يتعرف القرش بسهولة على الأصوات الصادرة عن انقباض عضلات السمكة. أسماك القرش من الكائنات بطيئة النمو ولا تتكاثر بكثرة، وهذا ما يجعلها عرضة للخطر. كان من الأجدر بالناس حماية هذه المخلوقات بدلاً من الخوف منها. أوه، وأخيراً، عندما تلعب الورق كن حذراً من نوع آخر، وهو قرش الورق. إذا لم تكن حذراً فسيأخذ كل أموالك. إنه أكبر وأشرس حيوان مفترس عاش في المحيطات. سيطر قرش الميغالودون على المحيطات لعدة قرون قبل أن ينقرض قبل ملايين السنين، ومع ذلك تمكن العلماء من اكتشاف بقايا ضئيلة لهذا القرش العملاق. يعود الفضل في كل ما نعرفه عن وحش البحار هذا إلى حافير أسنانه العملاقة، والتي يعادل الواحد منها حجم يد الإنسان العادي. قدر العلماء حجم قرش ما قبل التاريخ باستخدام حسابات اعتمدت على قياس طول سن الميغالودون. بلغ حجم قرش الميغالودون في المتوسط 10 أمتار، ووصل طول أكبر أنواعه إلى 17 متراً، لكن مع ذلك هناك احتمال بأن طول سمك القرش الضخم هذا أكبر من ذلك. في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي قامت مجموعة الطلاب بفحص نسخ بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأسنان ميغالودون لحساب حجمه باستخدام طول السن، لكن حدث شيء غريب، فقد توصل كل طالب لحجم مختلف لنفس القرش، وتراوحت تقديراتهم ما بين 12 متراً إلى 55 متر. تحقق عالم أحفوريات متخصص من حسابات الطلاب، وأدرك أن الطريقة المتبعة لحساب حجم الميغالودون منذ عدة عقود ليست دقيقة أبداً. لهذا السبب اخترع العلماء طريقة جديدة لحساب حجم الميغالودون بناء على عرض سنه بدلا من طوله. تبين أن طول الميغالودون العادي بلغ حوالي 20 مترا، وهذا ضعف الحجم المحسوب في السابق، ويعني أن الميغالودون كان بطول حافلتي مدرسة. لم نعثر على أي هيكل عظمي للميغالودون، وذلك لأن معظم هيكل القرش كان من الغضاريف التي تتحلل بسرعة، لكن من حسن الحظ أن أسنان القرش تتساقط باستمرار وتنمو مكانها أسنان جديدة طوال حياته. ينمو للقرش الواحد حوالي 40,000 سن في حياته. هكذا تمكن العلماء من دراسة أنواع مختلفة من أسماك القرش بالاعتماد على أسنانها فقط. كان لدى قرش الميغالودون حوالي 276 سناً، وعندما سقطت هذه الأسنان هبطت في قاع البحر وظلت متحجرة لملايين السنين. عثر العلماء على هذه الأسنان التي صارت السجل الحقيقي الوحيد لوجود الميغالودون. تعني كلمة ميغالودون السن العملاق. يبلغ طول سن الميغالودون حوالي 18 سنتيمتر، ومن باب المقارنة يبلغ طول أكبر سن للقرش الأبيض الكبير 7 سنتيمترات فقط. وللعثور على طقم أسنان أكبر سيتوجب عليك العودة بالزمن 65 مليون سنة للعثور على التيرانوسور تيريكس الذي بلغ طول سنه 30 سنتيمتر. تم اكتشاف أسنان الميغالودون في كافة أنحاء العالم، وهذا يعني أنه على خلاف الحيوانات البحرية الأخرى في عصره تنقل الميغالودون عبر القارات. وحتى في وقتنا الحالي تميل معظم أسماك القرش والحيوانات البحرية إلى البقاء في بحر أو محيط واحد، لكن قرش الميغالودون سبح بحرية حول العالم وتنقل بين المياه الاستوائية وشبه الاستوائية. عثر العلماء على أسنان الميغالودون في جميع القارات باستثناء المياه الباردة المتجمدة في قارة أنتاركتيكا. في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية يتم تصوير الميغالودون على أنه نسخة عملاقة من القرش الأبيض الكبير، وذلك لأن العلماء اعتقدوا في السابق أن الميغالودون والقرش الأبيض الكبير ينحدران من سلف واحد مشترك، لكن تبين أن هذا غير صحيح. في الواقع يرجح أن الميغالودون كان العدو اللدود لسلف القرش الأبيض الكبير قرش ماكو ذي الأسنان العريضة، وهذا يعني أن الميغالودون لم يشبه القرش الأبيض الكبير،
وفي الواقع كان أنف الميجالودون أقصر من أنف القرش الأبيض الكبير، وزعانفه الصدرية أطول لمنح هذا العملاق بنية أعرض ومظهرا مخيفا. لم يكن الميجالودون أكبر نوع قرش في العالم فحسب، بل كان أيضا أحد أكبر الأسماك في كل العصور. يحتاج مفترس مهيمن بمثل حجمه إلى نظام غذائي كبير لمواصلة العيش، وتناول الميجالودون حوالي 1134 كيلوغراما من الطعام يوميا. شمل نظامه الغذائي بعض الأسماك والدلافين الكبيرة إلى جانب أنواع أخرى من أسماك القرش. تم العثور على عظام حوت متحجرة عليها أثار عضة بأسنان الميجالودون، وهذا يعني أن الميجالودون لم يخف من حجم الحيتان وحاول أكل عمالقة المحيطات. استخدم العلماء المحاكاة الحاسوبية لمحاولة التعرف على طريقة صيد الميجالودون. باستخدام هذه التقنية توصل العلماء إلى أن طريقة هجوم الميجالودون كانت مختلفة تماما عن هجمات أسماك القرش المعاصرة. تغوص أسماك القرش المعاصرة لنقطة ضعف الفريسة مباشرة، على سبيل المثال أسفل بطن الفقمة الطرية. كانت أسنان الميجالودون مناسبة بشكل فريد لعض أصلب الغضاريف، لذا تشير الدلائل إلى أن الميجالودون مضغ أولا أصلب زعانف فريسته لمنعها من السباحة والهرب، ومن ثم شن هجومه الأخير عليها. بلغ عرض فم الميجالودون حوالي 3 أمتار وطوله 2.7 متر، أي أنه كان كبيرا بما يكفي لسباحة إنسان فيه دون لمس أي سن، لكننا لا نوصي بتجربة ذلك. كان فم الميجالودون كبيرا للغاية، لدرجة أنه أمكنه ابتلاع سيارة صغيرة دون مضغها. تعاون فريق بحث من أستراليا وأمريكا لتحديد قوة عض الميجالودون باستخدام المحاكاة الحاسوبية، وكانت النتائج مهولة. تبلغ قوة عضة القرش الأبيض الكبير المعاصر 1.8 طن. في المقابل تمكن الميجالودون من التهام فريسته بقوة عض بلغت 18.2 طن. يمكن لعضة الميجالودون قطع الفولاذ بسهولة والتغلب على أي حيوان مفترس آخر في المحيط. يعتقد العلماء أن الميجالودون امتلك أقوى عضة في التاريخ، إذ تتغلب عضته بسهولة على عضة تيريكس التي تبلغ 6 أطنان. لا أحد يعرف متى انقرض الميجالودون بالضبط ولماذا، لكن هناك عدة نظريات تحاول شرح انقراضه الغامض. انقرض الميجالودون في نهاية العصر البليوسيني، والذي كان مرحلة برودة عالمية استمرت لأكثر من 5 ملايين سنة وانتهت قبل أكثر من 2.6 مليون سنة. تشير أدلة جديدة إلى أن آخر ميجالودون عاش قبل 3.6 مليون سنة على الأقل، في منتصف العصر البليوسيني. تزعم نظرية أخرى أن الميجالودون انقرض بسبب تغير درجات حرارة الأرض خلال العصر البليوسيني. بسبب برودة الأرض انخفضت درجات حرارة المياه الاستوائية في محيطات العالم، ويعتقد العلماء أن ذلك تسبب في انقراض ثلث الحيوانات البحرية الكبيرة، وهذا يعني نقصا حادا في طعام الميجالودون. تبعا لتدني عدد الفرائس التي يمكنه صيدها انقرض قرش الميجالودون. وضع الميجالودون صغاره في المياه القريبة من الشواطئ، ووفرت مياه الساحل الضحلة حضانة مثالية للصغار، لأنهم كانوا بعيدين عن الحيوانات المفترسة الكبيرة في عرض البحر. لكن مع تشكل الجليد حول قطبي الأرض وانخفاض مستوى سطح البحر، تدمرت مواطن صغار الميجالودون، ولم يكن أمام الصغار أي خيار سوى السباحة في مياه المحيط العميقة، مما عرضهم لخطر هجمات الحيوانات المفترسة. تقترح نظرية جديدة أن انفجار مستعر أعظم سوبرنوفا هو المسؤول عن انقراض الميجالودون. قبل حوالي 2.6 مليون سنة انفجر نجم يبعد 150 سنة ضوئية عن الأرض، وأضاء سماء الأرض لعدة أشهر، وبعد مئات السنين من تلاشي المستعر الأعظم سقطت جزيئات الطاقة الكونية من انفجار النجم إلى الأرض. حملت جزيئات الطاقة كميات خطيرة من الإشعاع، ويعتقد الباحثون أن هذا الإشعاع هو السبب في الانقراض الجماعي لعدة حيوانات بحرية بما فيها الميجالودون. وصل الإشعاع من الجزيئات إلى أعماق المحيطات، وكان أشد خطورة على المخلوقات الكبيرة. كلما كبر حجم الكائن الحي زاد امتصاصه للإشعاع،
كان الميجالودون بطول 18 مترا، أي كبير بما يكفي لامتصاص كميات هائلة من الإشعاع. يعتقد بعض الناس أن الميجالودون لا يزال موجودا، لكنه يختبئ في أعماق المحيطات، لكن هذا أمر مستبعد. يعيش الميجالودون في المياه الدافئة، وهذا يعني أنه لن ينجو في المياه الباردة لأعماق المحيطات، كما أن معظم فرائس الميجالودون تعيش في المياه الضحلة، وهذا يعني أن مصادر الغذاء ستكون شحيحة في أعماق المحيطات. باختصار، لو كان هناك حيوان ضخم بحجم الميجالودون في المياه لتمكننا من رؤيته بكل سهولة. تغوص في المحيط الأطلسي ثم تستوعب فجأة أنك لم ترى أي إنسان في الجوار منذ فترة. تصعد إلى السطح ولا تجد قاربك. يا للمصيبة، ترى في الأفق عوامة محيط يمكنك صعودها. تهرع إلى بر الأمان وتتأمل عرض المحيط حولك. لا يوجد شيء عدا المياه الزرقاء في كل اتجاه، لكن يلفت انتباهك شيء كبير يتحرك في الماء. ترى زعنفة تخترق السطح. إنها النهاية. هذه السمكة كبيرة ضخمة، إنها تقترب. لحظة، هل تدحرجت على جانبها للتو؟ أوه، إنها ليست سمكة قرش. لقد صادفت للتو أثقل سمكة عظمية في العالم، سمكة الشمس. قد يصل طولها إلى 4 أمتار وتعيش في أعماق المحيطات. ترى سمكة شمس تطفو على السطح، يسميها البعض مولا مولا. تتغذى في الغالب على قنديل البحر، ويمكنها الغوص إلى أعماق تتراوح بين 180 إلى 800 متر. لا تتشمس هذه السمكة على السطح، بل تسمح للطيور البحرية بأكل أي حشرات صغيرة حاولت الهروب في رحلة مجانية. لابد أنها وجبة لذيذة. سمكة الشمس كبيرة وثقيلة جدا، ويواجه العلماء صعوبة كبيرة في دراستها، خاصة عندما تسبح على أعماق بعيدة. مولا مولا مثل قنديل البحر ليست سمكة حتى، بل من العوالق، وهو نوع من الكائنات المسترخية التي تنجرف مع التيار بدلا من السباحة عكسه مثل الأسماك العادية. تعيش سمكة رأس الخروف حول خليج المكسيك وقبالة غرب المحيط الأطلسي، وتعيش بعيدا عن السطح، وأمل أن تظل هناك. تساعدها أسنانها على تقطيع طعامها المفضل المحار. ورغم أنها قد تبدو مخيفة للوهلة الأولى، لكن سمكة رأس الخروف متوافرة بكثرة في أسواق الأسماك وبعض المطاعم إن كنت ترغب بتذوقها. بالنسبة لي، لن أكل أي شيء له أسنان تبدو كأسناني. أكثر سمكة مساء فهمها في العالم وتبدو كأتعس سمكة أيضا هي الينفوخ أو السمكة المنتفخة، وتعيش في أعماق سواحل أستراليا ونيوزيلندا. تعد أحد أغرب المخلوقات التي صيدت على الإطلاق، ولسبب وجيه، فمكان هذه السمكة ليس السطح، فهي تبدو مثل كومة ذائبة من مادة لزجة مع وجه عابس. الشيء الوحيد الذي نعرفه عن أسماك أعماق البحار أننا لا نعرف أي شيء عما يحدث هناك. والآن تتمكن من الوصول إلى اليابسة وتسمع صوت قرقرة عميق قادم من الرمال الموحلة القريبة. ترى حيوانا شبيها بثعبان البحر. قد يكون شكله ظريفا، لكن إمساكه خطأ فادح، فقد يظن مخطئا أن إصبعك وجبة طعام خفيفة. يعيش سمك نطاط الطين العملاق في كافة أنحاء جنوب شرق آسيا، والمدهش أنه يتفوق على الإنسان في الركض لفترة قصيرة على الأقل. يحب المياه الموحلة، لذا يقضي معظم وقته بالقرب من الشاطئ. ما يميز هذا النوع من السمك أنه يقضي معظم وقته خارج الماء. ورغم أن طوله حوالي 30 سنتيمترا فقط، لكنه قادر على القفز مسافة 60 سنتيمتر. الشجرة المتحركة في الأمازون أحد أكبر أسرار هذه الغابة. تتجه هناك. لا تسير هذه الأشجار على أرجل مثلي ومثلك، لكن تتحرك مسافة 20 مترا تقريبا كل سنة أو سنتين. ما يحدث أن الجذور الجديدة تبحث عن ضوء الشمس، بينما تغادر الجذور القديمة التربة، جذر واحد أمام الآخر. حركاتها بطيئة جدا، لذا لن تتمكن من مشاهدتها وهي تتحرك.
لكن إن كنت مستعدا لمراقبتها لمدة طويلة فستلاحظ أن موقع الأشجار يتغير بشكل أسبوعي في محاولة للعثور على ضوء شمس. أنت تسير في غابة غرب أفريقيا وتصفر مبتعدا أثناء سيرك، تلتقط عصا صغيرة للتخلص من شبكات العنكبوت في طريقك. كل شيء يسير على ما يرام حتى تلاحظ أن العصا تدغدغ يدك وتنحني. من حسن حظك أنك التقطت للتو الدودة الألفية الأفريقية العملاقة، يصل طولها إلى حوالي 30 سنتيمترا، لذا تبدو مثل ثعبان صغير. وتلك الدغدغة التي تشعر بها هي حركة سيقانها البالغ عددها 250 ساقا. تنتمي هذه الدودة الألفية إلى عائلة السلطعونات والعناكب، لكنها تتغذى على النباتات وأوراق الأشجار المتساقطة فقط. هل تريد الذهاب في نزهة إلى ولاية نيفادا؟ الجو شديد الحرارة، لذا تقرر القفز في بركة ماء صادفتها. المشكلة الوحيدة أن السباحة ممنوعة في هذه البركة. لماذا؟ بسبب أندر سمكة في العالم على الأرجح، البطحيش. يبلغ طولها 2.5 سنتيمتر فقط، ولا تعيش سوى في نيفادا، وهي سمكة ثمينة ومحمية. لذا اقرأ اللافتات ولا تفكر حتى في السباحة في أي مكان بالقرب منها. هناك سبب آخر وراء شهرة بركة هذه السمكة، إنها من المؤشرات على وجود الزلازل. عندما يكون هناك زلزال في إندونيسيا أو اليابان أو الصين مثلا، تبدأ الأمواج في الظهور في تلك البركة في نيفادا. لن تكون مخطئا عندما ترغب في فحص عينيك بعد رؤية هذا الكائن الصغير. يعد الخلد نجمي الأنف أحد أغرب المخلوقات في العالم. كل مجسة على أنفه تساعد هذا الخلد شبه الأعمى في العثور على طعامه. أنفه حساس للغاية، فيمكنه الإحساس أكثر من يد الإنسان 5 مرات. هذا ليس كل شيء، الخلد نجمي الأنف أسرع آكل في العالم. واو، إنه أسرع مني. يمكنه شم رائحة الطعام تحت الماء. هل هناك أي شيء لا يستطيع هذا الخلد فعله؟ بطيء المشي، أو كما يسمى أحيانا دب الماء، يعد أحد أكثر الكائنات المثيرة للاهتمام على الأرض، والأكثر جنونا أيضا. هذا الحيوان المجهري أصلب مخلوق على وجه الأرض، قد تسأل لأي درجة؟ طيب، يمكنك العثور عليه في أعمق أجزاء المحيطات، في أعالي قمم الجبال وفي البراكين والغابات المطيرة وحتى أنتاركتيكا، كما أنه أول حيوان نجا من التعرض للفضاء الخارجي. يمكنه النوم لآلاف السنين دون أي طعام أو ماء، ثم الاستيقاظ ومواصلة يومه بسهولة. يمكن لدب الماء السيطرة على الأرض لو كان أكبر قليلا. يبدو تنين البحر الأزرق مخلوقا من فيلم خيال علمي، لكن هذا الحيوان الصغير العم الغريب لعائلة سبيكة البحر، ومن الأفضل لك تجنب لمسه. يندمج تماما مع أمواج المحيط أثناء العوم على السطح. يساعد لون تنين البحر الأزرق الفاتح على الاندماج في الخلفية، لكن ليس هذا ما يميزه عن بقية المخلوقات. لطغته قوية جدا ومؤلمة، لكنه لا ينتج سمه الخاص، بل يسرقه من المخلوقات المائية السامة الأخرى. هذا الكائن بطول 2.5 سنتيمتر فقط ليس هينا. ما رأيك في تناول جوزة هند لذيذة؟ تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك بعد رؤية كل هذه الحيوانات الغريبة. من حسن حظك أن جوزة هند سقطت من تلك الشجرة، لكن يبدو أن شيئا آخر قد سقط معها. يبدو أنه صاحب جوزة الهند. يعثر سرطان جوز الهند على جوز الهند على الأرض، ويزيل تلك الشعيرات البنية التي تغطي الثمرة، ثم يمسك ثمرة جوز الهند بمخلب واحد ويتسلق شجرة، ومن هناك يرميها على الأرض لفتحها. السرطان في الأعلى وطعامه على الأرض. لا مشكلة، يحب سرطان جوز الهند القفز من الأشجار، ويمكنه الهبوط سالما بعد السقوط من ارتفاع 4.5 أمتار. إياك ومحاولة الإمساك بهذا السرطان بيديك، فمخلبه الأقوى بين جميع القشريات، وإن كان يستطيع ثقب جوز الهند فلا شيء يعيقه. لقد رأيت ما يكفي من الأشياء المجنونة، لكن لا أحد مستعد للسمكة المخاطية. يشبه هذا السمك ثعبان البحر، لكن مع قوة خارقة إضافية، سلايم. عند خلط أقل من ملعقة صغيرة من السلايم مع الماء، قد يتضاعف حتى 10,000 مرة،
حالما يخرج السمك الهادف من السلايم لا شيء يمكنه الاقتراب، وماذا لو دخل بعض السلايم في أنفه؟ تعلم إخراجه بالعطس. كما أنه خال من العظام ومكون بالكامل من الغضاريف، آخر مخلوق لهذا اليوم أقدم لك الضفدع البنفسجي. أعلم أن اسمه غير مشوق. الضفدع البنفسجي نوع غريب الشكل من الضفادع، يبدو بدينا وشكل أنفه غريب جدا. أغرب ميزة في هذا المخلوق أنه يعيش تحت الأرض وليس لفترة قصيرة. يخرج الضفدع البنفسجي من جحره لمدة أسبوعين في السنة فقط، ويتغذى في الغالب على النمل الأبيض الموجود تحت الأرض. فلماذا يكلف نفسه عناء الصعود إلى السطح؟